مشهود يا ولا. اه طبعا يوم جميل. لسه بحكي لولا، انا جبت نتيجتي غلط، جبتها غلط. جات لك جبتها صدمة. ناقص 10%. 10 ده كتير قوي يا شام. ما خلي بالك ما كانش في انترنت وقتنا. اه بس 10 ده يعني مؤثر يعني وقتنا. كنت بتروحي الرسمي بتعملي ايه بقى؟ بتاخدي نتيجة من المدرسة. ايوه فكان في واحد بلغك الرقم. لا مش بلغني، كانوا بيقولوا في واحد كده بيبيع النتيجة، بيبيعها كمان، مش عارف معاك كشوفات، وقال لك انا ببيع نتيجة الثانوية العامة. طبعا انت بقى الفضول خدتها يا عيني بالغلط، جات لك صدمة نفسية. 40 جنيه تقريبا. فروحنا دفعت للراجل ده، قلت له عايز كذا كذا رقم الجلوس كذا، جاب لي نتيجة غلط الله يكرمه. عايز اقول لك كانت صدمة بقى غير عادية.